دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لاخر واهم الانباء، موجز التاسعه صباحا بتوقيت القاهره مع لمياء حمدين. اتفضلي لمياء. شكرا لك محمد. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. أوضح رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على وضع أجندة تنفيذية ل 135 توصية تمثل مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني وفقا للأولويات التي يتم الاتفاق عليها. جاء ذلك خلال لقاء رئيس الوزراء مع أعضاء اللجنة التنسيقية المشتركة للحوار الوطني، حيث استعرض الاجتماع تفاصيل ما تم في المحور الاقتصادي خلال جلسات المرحلة الثانية وخطوات صياغة مجموعة من التوصيات بصورة نهائية تمهيدا لعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي. استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين في غارات شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، وأفادت مصادر محلية باستشهاد 12 فلسطينيا وإصابة آخرين في قصف طيران الاحتلال لمنزل جنوب خان يونس جنوب القطاع، كما استشهدت فلسطينية وأصيب آخرون في قصف طيران الاحتلال لمسجد سعد بن أبي وقاص في جباليا شمال القطاع. وقصف طيران الاحتلال مبان سكنية قرب برج الوحدة في حي النصر غرب مدينة غزة وحي تل الهوى جنوب المدينة، ما أسفر عن وقوع عدد من الشهداء والجرحى. كما استهدف الاحتلال مجموعة من الفلسطينيين جنوب مخيم الشاطئ في غزة، ما أسفر عن إصابة عدد منهم بجروح. أعلن الجيش الأمريكي تدمير 4 طائرات مسيرة أطلقتها قوات الحوثي في اليمن، وذكرت القيادة المركزية الأمريكية على منصة إكس أن الطائرات المسيرة شكلت تهديدا وشيكا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة. وجاء في البيان أن المسيرات كانت تستهدف سفينة تابعة للتحالف وسفينة حربية أمريكية، مضيفا أنه لا توجد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو سفن التحالف. أكدت الولايات المتحدة أنها ستضغط على مجلس الأمن الدولي لاتخاذ إجراءات لتوصيل المساعدات إلى الأشخاص الذين يعانون الجوع في السودان. وأضافت سفيرة واشنطن لدى الأمم المتحدة ليندا توماس أن تلك الإجراءات قد تتضمن تفويضا لعبور المساعدات من تشاد إذا لم تتوافر الآليات الكاملة لتوصيل الإمدادات. وشددت ليندا توماس على أن الوضع في السودان ما زال كارثيا ويتفاقم. negotiations in jeopardy that could lay the foundation. نشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إقرار برنامج المساعدات العسكرية الحيوية لبلاده على خلفية الهجمات الروسية المكثفة. ونشد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون إقرار برنامج المساعدات العسكرية الحيوية لبلاده على خلفية الهجمات الروسية المكثفة. وأكد زيلنسكي في بيان أنه أطلع رئيس مجلس النواب الأمريكي على الوضع في ساحة المعركة وخاصة الزيادة الكبيرة في الهجمات الجوية الروسية، وشدد على أن الوضع الحالي يتطلب الإقرار السريع للمساعدات الأمريكية لأوكرانيا. Перед і готуватись до чогось глобального або масового після приблизно. صوت البرلمان اليوناني ضد مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة قدمها نواب المعارضة يتهمون فيها رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس بإخفاء المسؤوليات السياسية في كارثة حادث القطار الذي وقع في 2023. ورفض البرلمان المكون بأغلبية 159 نائب من أصل 300 هذه المذكرة، والتي قدمها حزب باسوك الاشتراكي المدعوم من حزب المعارضة الرئيسي سيرازا إسقاط الحكومة، وصوت لصالح المذكرة وبقية الأعضاء وعددهم 141 نائبا.